لا فقط انا مانيش من راي برهان، انا ما نحبش الاطفال يدخلوا في ربيهم على حب الوطن، ربيهم على احترام المؤسسات، ربيهم على الديمقراطيه. رانا قاعدين نحضروا في جيل وقت اللي تربيه. انا من جيل نيشان ذهبي مع القبر جبرة، انا من جيل ميلاده كان فجرا، معناها ونعرفوا نوع الاغنيات هذوما لشكون يتغنيوا ديكتاتور. انا عشت في عهد بن علي اللي تمنعت اغنيه هزين هذا الواش، راهي اغنيه ماهيش حاجه انو دين، ماهيش حاجه كيكة عابره، راهو فكر كامل تزرعوا في جيل. اذا كان ربيتهم على التطبيل لشخص هكا هو غدوه هذاك هو اللي تلقاه بربي، اللي تلقاه في الكرسي سياتو يزينا من سياتو، هذاك اللي ما نحبوش. هذاك اللي ما نحبوش. تعليق زياد ولا عندي حتى تعليق.